شركة سوفارما عندها اليوم عامين، وهي مختصة في الأدوية ومختصة في المكملات ومختصة في المنتوجات ديال الجلد، لي برودوي ديرمو كوزميتيك. اليوم حنا مفتخرين حيت دخلنا المغرب، وحنا اجوردي اوني لو ديستريبيوتور اكسكلوزيف ديال لا جام اربوريون، هي اون جام تري كونو مونديالمون، معروفة عالميا ومن اصل كوري، وفيها المنتوجات من اصل كوري، دونك بالمدخولات ديالها لي ماتيغ بروميير ديالها كلها من اصل كوري، دونك بحال السونتيلا ازياتيكا، بحال الجينسانغ. هاد لا جام هادي حنا مفتخرين حيت مطلوبه عالميا وموجوده في اكثر من 85 دوله، واليوم حنا جبناها للمغرب. ودونك هاد المنتوجات ديالها كيصلحوا لجميع الجلد اللي عند العيالات ديالنا، وحتى الرجال، من اللي عنده الحموريه، من اللي عنده الحبوب، اللي عنده دي تان كيكون شويه هذا. من دوك حنا المغرب حنا جينيرالمون عندنا دو تان تيخدمين مزيان، لا تان كلير بحال ديالي باغ اكزومبل، ولا لا تان دوري. و فوالا دونك باش تشوف هاد ابناء العالم ديال تجميل المغرب، باش تقدر انا نقطع هذا. هو 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 اجوردي هذا الميدان هذا كي 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 غادي كيكبر، وغادي كيتطور بطريقه هائله، اكثر من مجال الادويه، اكثر من مجال ديال المكملات. علاش؟ حيت اليوم كاين هذه الرغبه في الناس اللي كيبغيو يزونوا راسهم بمادات طبيعيه معترفين بها ومحققه، والناس اليوم عندهم لاكسي لي ريزو سوسيو، عندهم لاكسي للخبر، دوك يعرفوا ما يشريوا اليوم، ما يحقاش كيحتاجوا يسولوا الصيدلي ولا يسولوا، واخا الصيدلي معلوم مهم والطبيب مهم، ولكن اليوم كيشوفوا شنو كاين في انستغرام، كيشوفوا كل شيء، وعارفين بان هاد لاكام هادي غاد مطلوبه قبل ما نجيبوها. دوك اليوم الحمد لله مفتخرين. فرص الشغل ديال الشباب، هي كاين فرص الشغل، حيت كاين جوستومون باش 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 تعرف لاكام وتعرف هذه المنتوجات، كاين ناس كيخدموا مع لي بارا فارماسي ومع لي فارماسي، وحنايا اوني دون اون فاز سو فارما ديال كنعطيو الفرص الشغل جداد. الحمد لله اليوم حنا عندنا 45 واحد في الشركه، وان شاء الله من دابا عام ولا عامين غنوصلوا ل 60 و70 ان شاء الله. كاين عندكم فرص اخرين؟ لا، حنا موجودين اليوم في اليوم. لا، حنا عندنا في الشركه ديالنا عندنا دي لونسمون درناهم من قبل، عندنا واحد الحليب ديال الدراري الصغار سميتو سويسلاك، عندنا واحد لاكام ديال المكملات سميتها غرانيون، هي اون غام فرونسيز باغمي لي بلو كونو، وعندنا اوجوردي هاد لاكام هادي اللي اول غام كنفتخروا بها اللي دخلت المغرب من اصل كوري. بعض الناس يكون عندهم تخوفات من اي حاجه كتكون جديده، يمكن الناس انهم باش يحيدوا التخوف. هي ما جديداش، هي راه عندها واحد 20 عام ديال 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 التاريخ ديالها عالميا، هي جديده في المغرب، ولان الناس لا 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 الناس اليوم عندهم الخبر، كيعرفوا كيفاش يقلبوا على الخبر، كيعرفوا يشوفوا، غير يشوفوا بان هذا المنتوج وهذا لاكام معروفين من شحال هذه، وغيقلبوا على ليكام غير لقاوها، غير ارتاحوا منها، ما كاين حتى شي مشكل. ونزيدكم واحد المعلومه اسمح لي، هي هذا لاكام هذه راه مسجله في وزاره الصحه، ماشي غير جبناها هكاك، مسجله في وزاره الصحه، وعندنا لي سيرتيفيكا ديالها، دونك دزنا من كاع لو بروسيسوس ديال لونجيسترومون. غالبا كتقول دائما الثمن، هي شويه غاليه، ولكن راك عارف هاد الناس تبارك الله اللي كيبغي يزونا كيحط كيدير 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 المجهود باش حيت لو ريزولتا كاين، حيت حاجه طبيعيه، وكاين لو ريزولتا على هاد لاكام. هاد المقلد كيفاش كيجي؟ كيجي على طريق الكونتروبوند مالوغوزمون، ولكن لافونتاج اللي عندنا حنا سيكو ملي كتدخل رسميا وكتمشي تشري البرودوي من عند مالين شي من نارو، كطيح بثمن قل من الكونتروبوند، دونك ولا بدا عليك هذوك الناس خصهم يتادابتاو معاك، خصهم ولا بدا يشريو عندك، حيت هما ما كيقدروش يطيحوا بديك الثمن اللي كنطيحوا به حنا كنشريو رسميا. دوك هكا كيفاش المقلده ان يعني كتكون خطيره، يعني كتكون ماشي مقلده وهي جايه من برا والثمن ديالها العادي، ولكن كتهضر اللي ممكن تكون غير مقلده خطيره على البيئه. وهذا الشيء مالوغوزمون كيكون كاين في العالم، بيان سور، هذا الشيء مالوغوزمون كيكون عالميا، وهاد المشاكل ديما الخبر، ديما الخبر والسول، بيان سور الصيدلي والسول الطبيب، ولا شكيتي في شي حاجه وقفها، ما ديرش الثقه فورسيمون من النهار الاول، سول ودير البحث ديالك. نون سي تحيه لا مارك ايفويان عندنا في المغرب، شي فريمون تري رافي. اخيرا عندنا اون مارك ديال الكوريان سكين، دي كونديسيون اللي ما كنلقاوهمش في اي بيبي كريم ولا سيتي كريم، بيان سور مكونات اللي هي طبيعيه جونغ سونتيلا ازياتيكا ولا سيتي هيالورونيك، فريمون قليل فين كنلقاو هاد لي كونديسيون هادو في اون بيبي كريم ولا سيتي كريم. دونك اخيرا في المغرب، ميرسي ايربوريان.
لي زافونتاج كيف قلت لك هما انهم فيها مكونات اللي هي طبيعيه، وقليل فين كنلقاو المكونات بابي كريم وسي كريم فيها مكونات طبيعيه فريمون اول مره. و شي تري فيير لي كونسي بوغ لي جون او لي فام. دابا سكين كير ما بقاش مقتصر غير على العيالات، دابا ولاو العيالات وحتى الرجال بوكو با دونك فوالا. وعاده ملي كتكون طبيعيه كيكونوا لي سي ديال الغالي لا با توجو، وهذا الشيء اللي سبتات لنا لا مارك ايربوريان كنقدروا نلقاو دي كونديسيون زوينين في اون بيبي كريم ولا سي كريم دي ما دي كون دي برودوي كي سون ناتوريل واحتمال يكون في متناول الجميع. افضل انها ماشي هو هذا اول يعني برودوي طبيعي الجديد اللي جابوا لك لا مارك الجديد اللي هي لا توندونس اللي هي الكوريان سكين اللي دابا كاينه في العالم كامل. روتين العنايه بالبشره الكوري ولا الاسيوي اون جينيرال واخد واحد لا توندونس واحد الاكتساح في العالم كامل. دونك الجديد هو تو سكي اسيوي وهادشي اللي قدمته لنا لا مارك ايربوريان. نقدروا نقولوا انه مقاوم للشيخوخة لا؟ شوف لي موليكول ديالها هما اللي مقاومين للشيخوخة، من بينهم لاسيد جالورونيك للترطيب وسونتيلا ازياتيكا التجديد ديال الخلايا. كنصح الناس يقلبوا على لي برودوي دو كاليتي، لي برودوي اللي يكون ديجا الناس عارفين فيهم دي بون زافي، يكونوا فيهم دي موليكول ناتوريل. بصح الناس يجربوا ايربوريون. الوغ اليوم ايربوريون تعنا لهذا ليفينمون اللي انتريسون بزاف، لان كيقدم لنا واحد العلامه التجاريه كوريه اللي جديده عندنا في المغرب واللي دارت ضجه في العالم كامل، وحنا فرحانين بهذا البرودوي اللي دخل عندنا المغرب، لان غادي يمكن لي فام انهم يتخلصوا شي شويه من بعض العقد ديال التصبغات او لا الخدوش اللي كتكون عندنا في البشره ديالنا. اليوم دخلوا غير كيلكو برودوي، غير شويه ديال المنتوجات، وكنتمنوا ان لا جام كلها تدخل عندنا المغرب باش نستافدوا منها حنا والمعايدات ديالنا. الوغ اللي خصنا نعرفوا ان هذا ماشي دواء داكا، هادو علاج ديال البشره غير بحال قلتي سيتا ماكياج سيتا كاموفلاج اللي غادي يمكن الناس انهم يتخلصوا شي العقد ديالهم ملي كيكونوا خارجين. حنا لي فام شويه عزيز عليهم المظهر، اي دونك عندهم دي برودوي انتريسون اللي غادي يمكنوا من التخلص من داك البقع والتصبغات منين نديروهم في نفس الوقت فيهم شويه ديال الحمايه من الشمس، وهذه شي حاجه اللي مزيانه. حنا كنتواجدوا في ليفينمون ديال لو لونسمون ديال ايربوريون. ايربوريون سي اون جام كوريان كوريا جديده اليوم في المغرب ولكن معروفه على شيل انترناسيونال. حنا فرحانين اليوم بدخول هاد لا جام المغرب، سي اون جام كي فا ريبوندغ المشاكل ديال 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 بزاف ديال لي باسيون. لي باسيون ديالنا غالبا ما كيقلبوا على ان ميم طون ان تريتمون اللي غادي يعالج لهم البشره ديالهم واللي غادي يعطيهم ان ايفي بون مين ان غلو سا فيتر ان ماكياج او ميم طون. اليوم لا جام ايربوريون ايل ريبون ا هاد لو بوزوان افيك ديفيرون برودوي، عندنا لي بيبي كريم لي سي سي كريم لي سوبر بيبي اوسي لا ريد كونترول. سي اون جام كوريان ا باز دانغريديون نوبل دونك ا سافوار لا سانتيلا ازياتيكا لو جينزانغ لويل دو سيزام، هادو كاملين منتوجات ودي زانغريديون دو كاليتي كيمكن لو باسيون يديرهم في الوجه ديالو، ما كيخافش انه يكون تهيج، ما كيخافش من مشاكل واضرار اخرى على البشره ديالو، فهو علاج وان ميم طون ان سوان كوريكتور كي فا دوني ان ايفي بون مين اي دو ليكلا للبشره ديالو. وي بالطبع، فهادو فيه بزاف ديال لي زانغريديون طبيعيين دونك بيو اللي غادي يقوموا بترطيب البشره ونقصوا من التجاعيد، وكذلك علاج علامات ديال الشيخوخه. دونك سي ان انتياج سي ان ريال انتياج دونك سي ان فري تريتمون لا كاليتي دو. علاش بالضبط يعني المنتوج الكوري اللي كنت مثلا مثلا كوريا متفوقه؟ اليوم كوريا افكتيفمون ولات متفوقه في مجال الطب التجميلي، فهي اليوم ولات سباقه للمنتوجات اللي هي كتكون على فوا طبيعيه وذات فعاليه كبيره. فاليوم هاد لا جام هي معروفه في الوسط العالمي، حنا فرحانين انها ولات متاحه للمغاربه ديالنا اليوم باش يمكن لهم يستعملوها والمغربيات سورتو باش يستعملوها بكل ثقه وما يخافوش من الاضرار اللي تسبب دوت برودوي مثلا اللي ما غاديش اللي غادي يبوستخوي البشره ولا غادي يعطيو اضرار اخرى للبشره ديالنا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.